السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. استعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من شهر أغسطس لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت: الملك أيده الله خطاب ولي العهد الكويتي يرسم الطريق الصحيح للحفاظ على أمن واستقرار دولة الكويت، المنامة الأكثر جاذبية ماليا على المستوى الدولي، الذكاء الاصطناعي على رأس برامج الدراسات العليا بجامعة البحرين. وإلى صحيفة الوطن والتي نشرت في صدر صفحاتها: مجلس الوزراء تطوير تصريح العمل المرن، فتح جسر الملك فهد أمام أسر السعوديين غير المواطنين والعمالة المنزلية. ومع صحيفة الأيام والتي بيّنت: الغرفة ترحب بقرار تطوير العمل المرن، وصول أول طائرة من نوع بوينغ 737 في العالم. أما صحيفة البلاد والتي استهلت: مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تتبادلان الآراء بشأن تطورات المنطقة. بعد أن وافق مجلس الوزراء على إجراءات تطوير سياسة التصريح لصاحب العمل الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة المهنية، نشر صحيفة أخبار الخليج مقالا للكاتب محميد المحميد، والذي جاء بعنوان: تطوير المرن منهجية لشراكة وطنية. فإلى سطور هذا المقال: موافقة مجلس الوزراء الموقر المنعقد بالأمس برئاسة سمو ولي العهد حفظه الله على إجراءات تطوير سياسة تصريح العمل المرن تعكس منهجية وطنية حكيمة في التعامل مع موضوع عام، فإنه حرص على معالجة المسألة من منطلق إيجابي تطويري، كما حرص على الإشارة إلى أن القرار جاء بناء على شراكة وطنية تمثلت في مجلسي الشورى والنواب وغرفة التجارة، بجانب التأكيد على جعل المواطن البحريني هو الخيار الأول في التوظيف وحماية السوق من استغلال بعض الممارسات ودعم التنمية الاقتصادية في البلاد. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 الدكتور وليد المانع أكد أن قرار فتح المطاعم في نهاية شهر سبتمبر المقبل سيتم وفق مقاييس وشروط صحية من خلال التأكد من عدم ازدياد الحالات. هذا ونطالع من ذات الصحيفة أن الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة أكد على حرص مملكة البحرين على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لموسم عاشوراء، مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالالتزام بتطبيق التدابير الوقائية التي أقرها الفريق الطبي. الإقبال على جائزة أفضل مشروع تطوعي وتحقيق أهداف التنمية عنوان مقال للكاتب أسامة الماجد في صحيفة البلاد. فإلى سطور هذا المقال: إن التفاعل الكبير من قبل الفرق التطوعية والجمعيات والأفراد للمشاركة في جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي، والتي خصصت هذا العام لتكريم الكوادر الوطنية في الصفوف الأمامية الذين لهم سمات كبيرة في التخفيف من تداعيات وآثار جائحة كورونا في مملكة البحرين، أعطتنا صورة حية شاملة عن أهمية الجائزة وما تتيحه من تقدم ضخم وتحول كبير في النظرة العامة للعمل التطوعي ورسالته السامية النبيلة. وبقلم الكاتبة فاتن حمزة نقرأ مقالا في صحيفة البلاد. فإلى المقال: كشفت وزيرة الصحة عن إنجاز مملكة البحرين 1,000,000 مسحة لفحص فيروس كورونا منذ بدء إجراء الفحوصات بالمملكة،
فالبحرين تسير بخطوات ثابتة نحو التصدي لفيروس كورونا بفضل الجهود الوطنية لفريق البحرين الهادفة للمحافظة على صحة وسلامة الجميع. لا شك أن هذا يعد إنجازا كبيرا لم يحققه أي بلد آخر، إنجاز يستحق أن نقف عنده طويلا ونقدم التحية لكل الجنود الذين بذلوا جهودا في مواجهة هذه الجائحة، فقد رأيناهم وما زلنا كخلية نحل لتحقيق الغاية المنشودة. ومن الصفحة الاقتصادية لصحيفة البلاد نطالع أن العاصمة المنامة نالت على لقب المدينة الأكثر جاذبية من الناحية المالية في العالم بحسب أحدث نسخة من المؤشر الدولي. إلى صحيفة الأيام، حيث بيّنت صحيفة الأيام أن جامعة البحرين أعلنت عن طرح 6 برامج جديدة في مرحلة الدراسات العليا استجابة لمتطلبات سوق العمل المتجددة كالماجستير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما ولفتت صحيفة الأيام أن وزارة التربية والتعليم وجهت إدارات المدارس الإعدادية والثانوية استبعاد 59 من الكتب المدرسية للتعليم الأساسي والثانوي للتغيير في محتواها واستبدالها بكتب وطبعات جديدة. كتبت هيفاء عدوان مقالا في صحيفة الوطن والذي جاء بعنوان المجلس الأعلى للمرأة 19 عاما من الإنجاز والبناء. فإلى المقال. سجل تاريخ مملكة البحرين وعبر مختلف الحقب حضورا مميزا وحقيقيا للمرأة البحرينية في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فكانت السند والعضيد للرجل الأب والأخ والزوج والأبن في بناء الدولة والذود عن حياضها والمساهمة في نهضتها التنموية ما وصلت إليه اليوم من مستوى حضاري رفيع. ومع تأسيس المجلس الأعلى للمرأة والذي نحتفل اليوم بسنته 19، دخلت البحرين منعطفا جديدا في تكريس ودعم حقوق المرأة وتأكيد دورها التاريخي الريادي في شتى المجالات، لا سيما بوجود صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة في رئاسة المجلس، وهو ما أضفى على عمله بعدا جديدا تمثل في تحقيق قفزات نوعية وغير مسبوقة في العمل النسائي وفي تمكين المرأة بشكل خاص. نطالع من صحيفة الوطن أن كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين حصلت على تمديد للاعتماد الكامل لثلاثة من برامجها من أكاديمية التعليم العالي البريطانية حتى 31 من شهر يناير لعام 2023. شوء الأندية ومشروع استجابة عنوان مقال للكاتب يوسف بوزيد في صحيفة الوطن. فإلى هذا المقال. الأندية هي الآن قرى أولمبية بفضل السياسة الحكيمة التي يرعى شؤونها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة حفظه الله ورعاه بكل كفاءة واقتدار. مشروع استجابة هو أحد المشاريع الطموحة لأفكار سمو الشيخ ناصر وفقه الله تعالى، بحيث تتحول الأندية إلى الاعتماد على التمويل الذاتي عن طريق تحول الأندية إلى شركات تجارية. وبمقال الكاتب يوسف بوزيد، مشاهدين، نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.